لا تخافون، اهدأوا وخليكم طبيعيين، أنا مشي الأمور. هلا هلا برجال الدولة، يا هلا ومرحبا، هلا برجال أمير والخليفة والوالي، الله يديمهم الله يحفظهم. دولة الإسلام باقية باقية وتتمدد. بارك الله بك. الله يحفظك. جماعة شنو؟ هذا ابن عمي عبد الودود، وهذولا اللي ورا عائلته، الله يرزقكم بالذرية الصالحة إن شاء الله. عبد الودود، عبد الودود، مو خطيه ما يسمع، نسيت اقول لكم، طاحت قنبله بصف خطيه، قذيفه هاون انفجرت وطرش. عبد الودود يقول لك انت شو اسمك؟ عبد الودود عبد الجبار. بارك الله بكم. الله يبارك. اذا شفتوا اي احد يكتب شعارات ضد الدوله لازم تبلغونه. انا ما بلغ. شلون؟ اني اقص هالايده اللي يكتب شعارات ضد الدوله، من هو هذا؟ من هو اللي يتجرأ؟ بارك الله فيك. الله يحفظكم. تقدر تتوكل. شكرا. السلام عليكم. والضحى والليل اذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. أميري، محتاج شيء؟ لا، ما محتاج شيء. تقدر تاخذ راحتك. أوقف! ما أريدك تطلع، أريدك تبقى هنا، لا تعوفني لوحدي. يا الله، تعالي تعال، على كيفك. بسم الله الرحمن الرحيم، على كيفك. الله، يعني شو وياك؟ شلون؟ إلا ترحين وش العين قلبي وراك؟ يما فدوى لعينك، والله ما قصرتي ويانا حبيبتي، طول بعمرك يعني، والجهال الحمد لله بخير، وانتي غسلتي لهم وطلعوا السبعة الحمد لله. قصي يما، ترى ما يصير تطلعون الجهال وهم بعدهم طالعين الأربعين. يما كلامك عين العقل، بس لازم أسمع كلام مرتي. شوف اللي واقع، ايش تحكي انت؟ إذا الأم عبد القادر ما أتلوق، المن أتلوق لعد؟ هسه أنا شفت همت يوم، إذا تحبين تعالي ويانا. لا عيني لا، ما أقدر أعوف أخوك وأحته خطية. أخونا ليش هو وينه؟ شو بس اسمك بالحصاد؟ الدنيا تروح وترجع، هو ولا عبالك رجال البيت، كل شيء ما يدري. ما يصير، ما يصير تحكين على أخوك هالشكل. يلا حبيبتي، أنا من السيارة انتظرش لعد. خو ما حس. لا ماما، هو يحبش كلش هواية وما يزعل من عندش، بس انتي أشرتي بكل حواسك. طيش العافية.
باي بيوم. الله يخليك ويحفظك ويحسك يا رب يا رب، يحفظكم ربي إن شاء الله. أميري بشرون السويتو كل البيوت اللي اتفقنا عليها صار عليها حياطينها شعارات ضد الدولة، وهسه احنا منتظرين الخطوة الثانية اللي انت تأمرنا بها حتى ننفذها. الفرق بيني وبينك تفكيرنا مختلف، لأن الخطوة الثانية مو احنا اللي راح نسويها، الناس اللي راح يسووها. احنا علينا نزرع البذرة بالمكان والتوقيت المناسب، والناس هم اللي يزقون هاي البذرة. هذا حكم نوفل. أقصد أمير نوفل. وانت احكي لي سويت؟ بيتك جاهز من كل شيء، كهربائيات وأثاث، وحتى الكرفان اللي بالباب مال الحماية هم خليتلك إياه، بس ناقصة أنت تقعد بي وتملي. تشوف شو كنت تتعلم مثل هذا الكلام؟ طول عمرك تبقى هيك. تفضل سيف. السلام عليكم أميري. عليكم السلام. أميري جت أخبارية على مجموعة دا تطلع بالله تكتب شعارات ضد الدولة. زين انطوكم أسماءهم وعناوينهم؟ نعم أميري. زين حضر لياهم وحتى نطلع مداهمة عليهم ونلقى القبض عليهم هذول الكلاب. تأمرني جنابك. يلا روح. صار أميري. كلاب اعو. مو هين اللي صار اليوم بالسوق، مو هين ولا هين اللي دي يصير يومية بالموصل. بس شو تسوي؟ المصيبة ما حد يقدر يحكي. أم ربيعين يا قيثارة الزمن، يا واحة اللؤلؤ المنثور في وطني، في كل منعطف لي منك بحر هوى تجري بما تشتهي في لجه سفني. دار الزمان ومن داسوا على كبدي ظنوا بأن جراحي عنك تبعدني، باق باق ولا ظل لي إلا هواك، وما سواك للجرح من حضن ومحتضن. أحسنت، عاش لي سمك حسان. ما شاء الله انت تقرا الشعر بشكل جيد. عمي غير انا خريج جامعه، بس شو اسوي بالظرف؟ الظرف اللي مريت بيه خلاني اصير سائق تاكسي لا اكثر ولا اقل. من ايام وانا ردت اسالك حسان انت منين؟ اهلك وين؟ عمي انا مصلاوي ابن عن جد، عمامي وخوالي متوزعين على كل مناطق الموصل. عمان كبرت بالرشيدية، درست بالمجموعة، وصر الشاب بالزهور وحبيتها للجماسة والنبي يونس والموصل القديمة. عمي أنا فتحت عيوني تدري وين؟ بالدندان ووادي حجر والجوسك، وكملت خدمتي العسكرية بالغزلاني، وتريقت بالشفاء وبالدواسة، ومن كان يضيم الضيم تدري وين أروح؟ لحاول كنيسة والنبي شيت. حسان وليدي انت من كل الموصل،
اي عمي؟ اهلك وين؟ يعني اللي مات مات، واللي تهجر واللي هاجر، بس انا الابن الشرع الوحيد في هاي المدينة، ابن المدينة كلها، ابن الموصل. انت ليش ما رحت ويا اهلك؟ ليش بقيت تاكل وتشرب هنا بالسيارة؟ ليش؟ عمي ما اقدر اعيش بغير الموصل، ما اقدر. انا نبتة موصلية ما تنزرع بغير هاي القاعة، ولهذا نذرت عمري وروحي ونفسي الاهل الموصل حتى ساعدهم. حسان وليدي، تدري جد قمت احبك. عمي ليش انت كذي تكرهني؟ لا بس حبي لك حتى فاق حبي لابني يونس. اختي حنان، كنت اتمنى اشوفك قبل ان اغادر مدينتي اللي احبها من غير عوده. يمكن راح تستغربين جملتي هاي، لكني اشعر اني ما راح ارجع الى الموصل مره ثانيه. راح اشتاق لكل شيء جميل بالموصل، راح اشتاق لك. يجازيك الرب. واصل، أنا فرحان أنت ما متت. أنا ما متت، أنا وزوجتي وابني بأمان هسه. لعد وين رحت؟ وليش غبت؟ أنا ما غبت، أنا كنت وياك خطوة بخطوة. بس المشكلة أنت كنت كلش حزين وما تسمعني. موتك أذتني وكسر الظهر. قلت لك أنا ما متت، أنا مجرد غيرت إقامتي من الدنيا للآخر. لعد جثك وين راحت؟ المهم الروح، الجسد مو مهم. الجسد يتبخر ويروح بمرور الأيام. باسل أخذني وياك، أنا تعبت. أخذني وياك فدوة. مبروك طلع اسمك. الو ماعن صدق؟ الف الحمد لله والشكر يا رب، الف الف الحمد لله. وين؟ تمام تمام، خليك، انا هسه جاي. اوكي يعني. الف الحمد لله والشكر يا رب. عيني باسل، انا افضل تاخذ عائلتك وتروح لبيتي لسببين. الاول أنا ما حد يعرفني، وثانياً بيتي ما حد يندله. والله أنا بالنسبة لي عندي مشكلتين في هذا الموضوع. أولاً هم يندلون عنواني، وثاني أصلاً ما عندي مكان. أنتم تعرفون كل الزين، أنا ما خايف على روحي، بس الهامني ابني وزوجتي. بس هم تهديدهم إلك كان صريح، لو تترك شغلك لو ينفذون بحقك القصاص، وأعتقد هالمرة هم كل الجادين. طز بيهم، طز مليون مرة، بس الأهم سلامتك يا أخي باسل. فكر بسلامتك، بسلامة زوجتك، عائلتك، ابنك. قصي
انت ما ياثر عليك بشيء؟ شنو؟ لا ابدا، بيتي بيتك، بس راح احتاج اخذ هدومي ودوشك وبطانيه. انا ما اعرف شلون اجازيكم. ها شلون حجي؟ انا اخوك تجازيني شنو؟ هاي السالفه ترى احكيها القصي. ها ليش انا مو اخوكم؟ توكل على الله. قاعد وساكت، ما يقبل لا ياكل ولا يشرب، يعني حتى حكي وياي ما يحكي، ما ادري ما يقبل حتى يقول وين كان وشنو اللي صار وياه. غلق تليفونه وما يريد يجاوب على احد. يعوفي على راحته، المهم الحمد لله على سلامته، شويه ويرجع يحكي طبيعي. المهم انت لا تعوفي وحده. لا ما اقدر اعوفه وحده، هسه راح اسد التليفون من عندك واروح احكي وياه، بلكي يحكي. مع السلامة. حبيبي ما جئت اسوي لك اكل. حبيبي ما يصير هيك تبقى ساكت، أني مرتك وحبيبتك ومجهالك، غير لازم تحكي لي. والله قلبي ما يتحمل أشوفك هيك. احكي لي ولو كلمة. نسيت اقول لك قصي صار عند ولد اثنين، ثم واحد منهم على اسمك عادل. عادل قلبه ما يتحمل اشوفك هيك بعد، ما اقدر، بس احكي وياي كلمه واحده. زين نام الخاطر الخاطر جهالك. مستحيل عادل هيج يسوي إذا ما يكون أكو سبب قوي وراه. والله يا حنان الموضوع معقد شوية. شلون؟ اللي سمعته من حكي الناس خلاني أفكر بطريقة شوية تختلف. أنت شو سمعت من الناس غير تقول لي؟ أكو ناس تقول إجي أخوه وما لقيت جثة وكم شو جماعة الدولة. أكو ناس تاني شو تقول؟ تقول هو إجه وهي مدى ينزله كم شو. بس أنا ما أعتقد عادل راح وما لقيت جثة. وأنت شنو اللي يخليك هيك تقول؟ لأن لو عادل لاقي الجثة ومنزلها كان تعلق بمكانها، ما كان عافوه ثاني يوم يروح. أكو احتمال ثاني هم. شنو؟ يعني عادل أخذها للجثة استلمها وراح دفنها وذولا كم شو، بس ما لقوا دليل طلعوا. لا هذا كلام مو منطقي، هذولا ما يدورون دليل على واحد، هذولا يدورون حجة على أي واحد حتى يدفنوه هو حي. شبيك شو سكتت؟ أنا ما مرتاح للي دا يصير، أكو شيء كلش كبير ينتظرنا ولازم أعرف شنو هذا الشيء. وانت هسه وين رايح قصي؟ لا يضل بالك ساحة وأرجع. وين رايح؟ في دولة توجع قلبي، ترى ما بيا حيل، أنا قلبي خلصان. وعيونك راجع.
عادل. عدولة. عدولة حبيبي جيت اطمئن عليك. طول هاي السنين ما كان اكو حواجز بيناتنا. يعني معقولة اليوم اجيك للبيت بعد هاي العشرة الطويلة ما تفتح لي الباب؟ انا اعرف موتة باسل تكسر الظهر. بس اريدك تعرف ما كسرت ظهرك وحده. كسرت ظهورنا كلياتنا. المهم حبيبي انا جيت حتى اطمئن عليك. وعوفك ترتاح. واجيك بغير وقت. ديما الله. احسبها علي. لا لا ابدا عادل مثل اخوي. هيدش تديرين بالك عليه. اللي صار مو شويه. ديما الله. مع السلامة. ها قصي حبيبي. الله يسعدك حبيبي. هلا شلونك؟ طبعا انا ما اعرف شلون اجازيك. على شنو؟ ترى باسل اخويا مثل ما هو اخوك. اقول لك هو شو وقت يروح لبيتك؟ اجاني لهنا طيت المفاتيح. هسه اكيد هناك. صدق؟ والله هذا هو دق عليه. شوفه يلا. الو ها باسل. ايد احكي على كيفك يا معود. شنو صار؟ ايد فهمني. صدق؟ لا شنو؟ باسل شبيه؟ فجروا سيارته وماتت مرته وابنه. شلون؟ عادل قصي قصي وين قصي؟ اجا راد يشوفك بس انت ما فتحت له الباب طلع. تريد اتصل بيه حتى يرجع تشوفه؟ اي اتصل عليه. او لا 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 تتصلين. انا يمكن باكر اروح له. توكل على الله راح تجيك اخبار كلش تفرحك. نعم في امان الله وحفظه. اقعد. تتعرف ليش عيناك بهذا المنصب؟ بالتأكيد أعرف. ما تعرف. لو تعرف ما كان يصير اللي دي يصير. العفو منك أميري، هو شنو اللي دي يصير؟ يوميا تهرب منا ما لا يقل عن 10 عوائل وانت ولا تعرف. أنا آسف أميري، أعتقد اللي نقل لك هذا الموضوع مو دقيق، لأن الموضوع أنا مراقبه بشكل شخصي ومخلي عيون بكل مكان. لا أنت عيونك بغير مكان. عيونك مركزة على شيء واحد فقط. وإحنا نراقب الموضوع زين وتركيك بمزاجنا وريد نعرف لي وين راح يوصل وياك الأمر. أنا آسف جداً إذا قصرت بشغلي، لكن أوعدك خلال الأيام القادمة راح يكون عندك ملف كامل لحل الموضوع، وأتمنى أتمنى يرضيك. أتمنى. تأمرني بشي جنابك؟ اترك موضوع عادل وركز على العوائل اللي دا تنهزم. لهذا السبب أنا أطلق السراح عادل وخليت من يراقب البيت مالته من الصبح لليل. بالتأكيد هو راح يوصلنا لرأس الخيط، ومثل ما وعدتك راح أقدم لك ملف أتمنى يرضيك. واني بانتظار هذا الملف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتشلاب أكيد سووا له شيء كبير بحيث ما يطلع، ما يطلع قافل الباب على روحه وما يريد يشوف أحد ولا يحكي.
ايهم على قولتك، ايش مدريني. لا لا انت قصي تعرفيني، قولي قول كل شيء وارد، وكل واحد يحكي شكل، بس ما راح نسمع الحقيقه ونعرفها الا من عادل نفسه. لا خطيه بعد شيء يسوي، ما تقولي لي شيء يسوي. ها ها قصي يمكن اجى. اسمعي ما راح اقول له انت قلتي لي، اطمني اطمني. يلا يلا مع السلامه. مع السلامه. السلام عليكم. عليكم السلام. ها بشر حبيبي. على شنو؟ ماكو شيء جديد عن عادل؟ رحت عليه وما قبل يفتح الباب. الله يساعده على اللي صار بي. اي ما يخالف، دعوفه خليه يرتاح شويه وبعدين نعرف من عنده اللي صار. بس انت طمني الوضع باره شنو؟ متوتر حيل، حمله اعتقالات كلش كبيره وقاعد يلزمون بالرايح وبالجاي، واللي ياخذوه ما يطلع. ربي ربي شلون راح تخلص ويا ذولا؟ ما تخلص على خير. الشر ما يجيب غير الشر، واليوم احسن من باجر. ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، هذا كلام رب العالمين. والناس تقول ما تضيق الا تفرج. صح راح تفرج حنان، بس بعد خراب كلش كبير. هذول شعلوا نار كبروا، احنا كنا راح نكون حطبها. لا حبيبي لا تهون، بس صبرك شويه انت، بس المهم دير بالك على نفسك وان شاء الله تعدي وتخلص على خير. تدرين شنو اكثر شيء قهر حنان؟ اكو ناس من عندنا وبينا صارت وياهم، والخيانه اللي توجع اكثر هي اللي تجي من القريب. وانا اعرف ناس صاروا وياهم مو برضاتهم، يعني صاروا وياهم من الخوف. واكثر ناس تخوف هم الناس اللي يخافون، لان ذولا مستعدين كل شيء يسوون حتى يتخلصون من خوفهم. قصي انت خايف؟ انا خايف، انا خايف عليك، خايف على اولاد. انا اريد لهم حياه افضل من الحياه اللي احنا عايشينها. اطمن، انا احس انه جهالنا راح يعيشون حياه افضل. انت بس اصبر شويه راح تشوف. الله كريم. استغفر الله. نعم تفضلوا. انت تتفضل ويانا. وين ولويش؟ تفضل ويانا بهدوء، وهناك كل شي راح تعرف. زين البس شاكيت وجهي. امشي ويانا قبل لا اتصرف وياك غير تصرف ما يليق بيك. امشي. تعال هاك تفضل. يلا يلا اوقف. عماد اخذ هذا. يلا الكل تتحرك على السريع. حرك. يلا على السريع. شيخنا انت اكيد تعرف ليش انت هنا. لا والله ما اعرف،
إذا ممكن جنابك تقول لي شنو السبب. أنت هنا لسببين، الأول أنت رجل فاضل وكنت شيخ جامع وخطيب، ويعني مو صحيح تروح ويا الآخرين الغرف التحقيق. السبب الثاني، السبب الثاني أنت رجل معروف وتقدر تساعدنا كل شيء هواية وتختصر علينا الطريق. إذا أقدر ما أتأخر. هو هذا اللي متوقعي من حضرتك. يعني أنتوا جابيني على هذا الموضوع؟ يا موضوع، موضوع المنتسبين والجنود مو؟ لا، هذا صار موضوع قديم، الملف انسد وشبابنا عالجوا الموضوع. يعني واحد مخرب مرتد راد يسوي عمل تخريبي، صدوا له شبابنا وعالجوا الأمور وعلقوه بالسوق. أني رايد منك شيء آخر. اللي هو؟ عائلتك شلون طلعوا من الموصل؟ بس اريد اعرف من امه. طوني اسماء المهربين وعائلاتكم وينها. احكي بسرعه، يلا احكي. عائلتك وين؟ وين راحت؟ شو وقت طلعت؟ احكي. ما اعرف. وانت ما ناوي تحكي؟ ما اعرف. شلون؟ ما اعرف. احكي. اقسم بالله ما اعرف. لا تحلف بالله. لا اعرف. الله لا تحلف. لا اعرف. ايش؟ 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 وانتو انعل ابوكم يا ابو ليش تشع. احكي احكي احكي. تعطب، اريدك تطلع من جلدهم جلد. يلا وانت هم روح على ذولاك اقتلهم، خلي يعترفون. ولد الكلب مثل ما دا اقول لكم اطلع من الموصل. يعني اطلع من الموصل؟ يابا اطلع من الموصل بس نص صوتك يروح احد يسمعك. والله استاذ انت مكانك مونا. عفي هذا الحكي صحيح، مكاني مونا. اي طبعا على هذا حكيكم، طبعا مكانك مونا بالسجن او تاكل دك صندات. اسكت اسكت، شو يحترم. ما اصدق وما اتحمل استاذ يوسف السربي. هذا الاصيل، هذا الاصيل، هذا اللي يحبني. أموت من الضحك إذا شفت أستاذي يطلع من الجامع دقلاته. والله لو ما أخاف ألوث لساني بيكم كان سويت بيكم ما سويت. إيه يخاف ألوث لسانه. مشي يلا امشوا امشوا طلع برا، امشوا طلع برا. يلا 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 ولوا ولوا. أطلع من الموصل يعني أطلع من الموصل. تفضل، هاي مناظرك وهذا تليفونك، جبناها من البيت. اتصل. على منو اتصل؟ انت مو تقول عائلتي
هربت بدون علمي؟ إيه نعم، هذا اللي حصل. أكيد عندك تليفون ابنك. إي عندي. الآن زوجتك بحكم الشرع تعتبر ناشز ومرتدة، وابنك مرتد. أنت رجل تفهم بالشرع، طلق زوجتك وتبرى من ابنك، وهذا أبسط شيء تسوي. تفضل. الو، افتح سبيكر. الو، عيني حجي شلونك؟ شب شب مرتد. ايش بيك يا ابي؟ انا مو ابوك، انت واحد مرتد. افتح سبيكر. امك يمك؟ ايه يمي. قلت اسمعني، ميونس اسمعيني. حجي شنو اللي صاير؟ انت مرتدة وناشز، وابنك همينه مرتد وعاصي امر الله والرسول والشريعة الإسلامية. اسمعيني، انت طالق طالق طالق، وانت مو ابني ولا انا ابوك، انا متبر منك الى يوم الدين. غدا لا نساء عازبات ولا ارامل في الموصل. غدا سيبدا تطبيق حكم الدولة الإسلامية في الموصل، وذلك بعد انتهاء المهلة التي أعطاها القاضي لمنح الفتيات بتقديم أنفسهن وأجسادهن للجهاد. وأنا على يقين بأن مهمتكم كبيرة بالمحافظة على التفتيش عن النساء اللي حاولن يرفضن تقديم أنفسهن للمقاتلين. غداً سوف يأتين بعض الفتيات إلى مكاتب زيجات أشرف عليهم أنا بنفسي، وأكيد بمساعدتكم لتلتقي بعرسان من نوع آخر. ففارس الأحلام لن يأتي هذه المرة على حصان أبيض، بل على دبابة وبيده سيف يقطر منه دماء الكفار. تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! كان المفروض أول يوم سقطت بي الموصل أطلع، لو طالع كان ما صار كل اللي صار. أخويا مات وتعلق قدام عيني، ومن مردت أروح أدفنه ما لقيت حتى جثته، وبعدني حاير بموضوع جثة أخوي. إجا هذا النذل وطلب مني وشرط علي هذا الشرط، شو أسوي يا إلهي؟ لو أموت ومرت وجهالي يتبهذلون وراي، أو أسوي اللي يريده. هيج خراب وهيج خراب، ساعدني يا ربي. أحسن شي أقوم أقتلهم وأقتل روحي، بس شنو ذنب هالأطفال؟ راح أموت من التفكير يا رب. أقولهم على الحقيقة؟ لا ما أقدر ما أقدر. شنو الحل يا إلهي؟ شنو الحل؟
الحل يا إلهي. حرك حرك دوري ما تنظيم. اسكت ما عليك انت، بس اهدأ خلي الموضوع يمشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو كم واحد معك؟ يعني هو رجال ومرته وابنهم. خلاص خليهم ينزلوا يركبوا معي أنا أوديهم. وشلون نضمن سلامة وصولهم؟ فيهم يكلموك أول ما يوصل الحدود. زين، تأخذ هذا الرقم اتصل على راعية قبل ساعة حتى ينتظركم. زين؟ على عيني ورد. بس بدي لك على شغلة. شنو؟ السعر اللي اتفقنا عليه زاد شوي. ليش؟ بدون ليش وميش، صار يومين في تجديد وتدقيق، الموضوع صار صعب كتير. يعني زاد ايش قد؟ 50 ورقة خضراء للشخص. 50؟ لا هذول ما عادوا يدفعون هذا المبلغ. إذا بدك. زين يا عم، أودعناكم.